شارك صباح اليوم معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير في مراسم تشييع جنازة مدير مكتبه روني لينغي توري أيره الذي وافته المنية في 12 من أبريل، حيث أقيمت المراسم بكنيسة القلب المقدسة قبل أن ينطلق الموكب الجنائزي إلى مقابر تكرى حيث وري جثمان الراحل ثرى. تقرير خالد موسى الحاشة. فقدت تشاد أحد أبنائها، إنه رونالغي توري أيره مدير مكتب رئيس الوزراء الذي وافته المنية في 12 من أبريل الجاري عن عمر ناهز 53. وقد أقيم صباح اليوم مراسم تشييع جنازته بكنيسة القلب المقدس بالعاصمة إنجمينة وسط حضور كبير لذويه أصدقائه ومعارفه وبمشاركة رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير وبعض أعضاء الحكومة والعاملين برئاسة الوزراء. وقد تعاقب المتحدثون في ذكر مناقب الفقيدة وما كان يتمتع به من لماثة في الخلق، حيث أجمع المتحدثون أن البلاد فقدت في هذا الرجل ابنا بارا، حيث كان يتمتع بحب العمل وإتقانه متفانيا في أداء واجبه نحو وطنه بكل مسؤولية. أبناؤه الذين بدوا أكثر المتأثرين بفقده، خصوصا بعد أن فقدوا أمهم قبل سنوات، قالوا إنهم فقدوا من كان يحن عليهم وقد رحل في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليه، إلا أنه قبل أن يغادر علمهم كيف يجابه ظروف الحياة من بعده. كما تحدث بهذه المناسبة أمين عام رئاسة الوزراء إيمان محمد باسم العاملين، وأكد أن رئاسة الوزراء حزينة لفقد هذا الرجل العظيم، مقدما التعازي إلى أسرته باسم رئيس الوزراء وجميع العاملين برئاسة الوزراء. ومن ثم قدم العاملون برئاسة الوزراء إكليلا من الزهور تكريما للفقيد قبل أن يمروا الواحدة والآخر لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيدة. بدوره قام رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير ومن بعده بعض أعضاء الحكومة ومساعديه بإلقاء النظرة الأخيرة ووداع الفقيدة. رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير الذي تأثر بشدة لفقد مدير مكتبه كان قد أشاد بمناقب الراحل وثمن عاليا أخلاقه النبيلة وكفاءته وتفانيه في العمل، مؤكدا أن ذكراه ستبقى في القلوب. هذا وعقب ذلك انطلق الموكب الجنائزي من كنيسة القلب المقدس إلى مقابر تكرى، حيث أجرت هناك مراسم وأقيمت الطقوس قبل أن يوارى جثمان الراحل الثرى.